رسول العلا والفضل والخير والهدى لكل سطور المجد لفظك مبتدا ولي في معانيك الحسان تأمل سمعت به قلبي يقول محمدا ويهتز للذكرى حنينا وحرقة فيهتاجه الشوق الذي جاوز المدى ويغمره فيض من الوجد سابغ يضوع به قلبي أريجا موردا ويوم به نادت قريش بجمعها وأبدت على الحق الصراح تمردا وسارت بنار الكفر تغلي وحقدها يغور اعتداء صارخا وتعندا لتقضي على الدين الذي شع نوره صلاحا وإيمانا وعدلا موطدا أتطفئ نور الله نفخة كافر تعالى الذي بالكبرياء تفردا إذا جلجلت الله أكبر في الوغى تخاذلت الأصوات عن ذلك النداء هناك التقى الجمعان جمع يقوده غرور أبي جهل كهر تأسدا وجمع عليه من هداه مهابة وحاديه بالآيات في الصبر قد حدا وشمر خير الخلق عن ساعد الفدا وهز على رأس الطغاة المهندا وجبريل في الأفق القريب مكبر ليلقي الونا والرعب في أنفس العدا وسرعان ما خارت قريش بجمعها وعافت أبا جهل هناك موسدا ينوء بها ثقل العرام وهمه وتجرحها أسرى تريد لها الفدا ومن حارب الرحمن خابت جهوده وضاعت مساعيه وأتعابه سدى وكيف يقوم الظلم في وجه شرعة تعالت على كل الشرائع مقصدا سماوية الأغراض ساوت بنهجها جميع بني الدنيا مسودا وسيدا فما فضلت قوما لتحقر غيرهم ولا جحدت حقا ولا أنكرت يدا تروم الهدى للناس والناس دأبهم يعادون من يدعو إلى الخير والهدى.